لحالات من اللبس اللي بتسود العلاقة أحيانا بين المجلس الأعلى وبين النقابة. مع أننا كثيرا ما أؤكد على أن العلاقة بين النقابة والمجلس الأعلى علاقة تكاملية تماما. صحيح. وكل منا له اختصاصه الذي نص عليه القانون. وفاجأ أن لجنة في المجلس الأعلى تيجي مطلعها على أحد الجزئات، وللأسف برضو في تجاهل لأن يعني نصوص القانون الخاص بالنقابة واضحة تماما أن النقابة هي التي تتعامل مع الإعلاميين الأفراد. أي إعلامي بيخرج عن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على طول النقابة تتولى المراجعة والمتابعة والمحاسبة. والحقيقة يعني يمكن حتى وجهت خطاب لأستاذنا الأستاذ مكرم محمد أحمد بهذا المعنى، وبعدها على طول تم تدارك ده، ولكن فجأة تاني بترجع الأمور بشكل مفاجئ، خاصة أن حتى نفس المذكرة اللي عملتها لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى واللي المجلس حولها إلى مجلس الدولة فيها تناقض. يعني منين بيتكلم عن أن ما يحدث من خطأ إعلامي يحول إلى النقابة المختصة، وفجأة يقول إن المجلس هيوقع غرامة وعقوبة لمن مارس الخطأ اللي هو الإعلامي. ده باختصاص مين يا سيادة النقيب؟ لا هي واضحة تماما، واضحة القانون واضح وضوح الشمس. قانون قتل الإعلاميين وقانون المجلس الأعلى وقانون تنظيم الصحافة والإعلام. التعامل مع الإعلاميين وبرامجهم ده تخصص واختصاص واضح جدا للنقابة. التعامل مع المؤسسات اللي هي ادارات القنوات والاذاعات ده اختصاص المجلس الاعلى، وده يعني نرفع لها القبعه ونعترف به تماما يعني. انا ارجو ان البيان اللي احنا طلعناه يوضح الامور، واثق ان استاذنا الاستاذ مكرم والقيادات الكبيره في المجلس الاعلى تسارع بتدارك هذا الخطا، لان مجرد وصوله الى مجلس النواب بهذه الصوره. مجلس الدولة يا فندم ولا مجلس النواب؟ لا مجلس الدولة. مجلس الدولة لأن ده حتى بيعمل حرج للمجلس، ما هو مجلس الدولة هيلاحظ طبعا الأخطاء دي. وأنا علمت إن النقابة يعني هتخاطب مجلس الدولة بهذا التضارب. ما ده شيء طبيعي، يعني إحنا زي ما طلعنا بيان للعامة بنوجه يعني صيغة أخرى بتنبيه الى ان في خطا في هذه المذكره اللي بتجيلها. يعني بتطالبوا بان النقابه يعني تمارس اختصاصاتها اللي نص عليها القانون؟ لا اكثر، لا أكثر دون التغول عليها. لا احنا غاويين مناصب ولا احنا غاويين مكاسب. احنا عاوزين نمشي بدورنا اللي احنا ناضلنا، وانت تعلم يا استاذ محمد صحيح على مدار 20 سنه، يعني ان توجد نقابه للاعلاميين ودورها بيزيد اهميه مع حاله الاعلام المتدنيه اللي احنا فيه. صحيح. والخطا بيبدا عاده من ايه؟ من الاعلاميين والبرامج. صحيح، من المذيع والمؤدين اللي معاه. تمام، طبعا ما اعتقد نفسي يعني. ايوه، يعني اتمنى كل التوفيق ويكون في اجتماع يجمع حضرتك بال